أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في دورته 27، وأود أن أستمر في النظر في المقررات والاستنتاجات التي تم التوصية بها لاعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف، والترتيب الذي سننظر فيه بجدول الأعمال معروض على الشاشة في الوقت الراهن. أود أن أبدأ بالبند الفرعي 8 واو، والذي هو تحت البند 8 المسائل المرتبطة بالتمويل. جميعا ستتذكر التنظيم التالي لعمل البند 8 الذي أقريناه. للبند الفرعي 8000 فريق اتصال أنشئ برئاسة مشتركة من غورتريد وولونسكي وكارلوس فولر، وللبند الفرعي 8 باء فريق اتصال أنشئ برئاسة مشتركة من قبل جانين فيلسون ودومينيك مولوي. وبالنسبة للبند الفرعي 8 جيم و 8 دال، فإن فريق اتصال قد أنشئ وترأسه كل من تورو سورخيوي وريتشارد مويانكي. للبند 8 هاء، فإن فريق اتصال قد أنشئ وترأسه ريكاردو مارشال وكيلي شارب. للبند الفرعي 8 واو، فإن مشاورات رسمية تم تيسيرها من قبل خوليو كوردانو وأرسلا فوينتس. أشكر كل الرؤساء المشاركين لعملهم الشاق. ونبدأ بالبند الفرعي 8 واو، ونعود إلى البنود الفرعية التالية في مرحلة لاحقة. أدعو مؤتمر الأطراف للنظر في 8 واو المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المنوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر. وفضلا عن المشاورات الوزارية التي تمت من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزير الدولة جينيفر مورغان من ألمانيا، أدعو مؤتمر الأطراف الاعتماد المقرر معنون ترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المنوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي إذن للخسارة والضرر المتضمن في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على L18 و FCCC على PA على CMA على 2022 على L20. بما أنه ليس هناك من معارضة، تقرر الأمر على هذا النحو. I hereby suspend the 10th meeting of the أعلن تعليق الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف. أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة. وأود أن أستمر في النظر في المقررات والاستنتاجات التي تم التوصية باعتمادها من قبل اجتماع اتفاق باريس وترتيب بنود جدول الأعمال معروض على الشاشة. وأدعو الآن اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند 8 المسائل المرتبطة بالتمويل. بالنسبة للبند الفرعي 8000 فريق اتصال أنشئ برئاسة جانين فيلسون ودومينيك مولوي. بالنسبة للفرع البند الفرعي 8 باء و 8 جيم فريق اتصال ترأسه كل من ريتشارد مويانجي وتورو سورخيو. وللبند الفرعي 8 دال، فإن فريق اتصال ترأسه كل من ديان بلاك لين وإيفا شرويدر. بالنسبة للفند الفرعي 8 هاء، فإن فريق اتصال أنشئ برئاسة ذهير فقير وجورج بورستينغ. للبند الفرعي 8 واو، فإن مشاورات رسمية قد تم تيسيرها من قبل خوليو كوردانو وأرسلا فوينتس. وفضلاً عن ذلك، فإن مشاورات وزارية تم تيسيرها من قبل الوزير بوهابندر ياداف من الهند والوزير كريس بوين من أستراليا في إطار البند الفرعي 8 هاء، من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزيرة الدولة جينيفر مورغان من ألمانيا في إطار البند الفرعي 8 واو. وأشكر الوزراء وكل رؤساء المشاركين لعملهم الشاق. وسأتناول البنود 8 واو و 8 هاء الآن، ونعود للبنود
الفرعية التالية في مرحلة لاحقة. أدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الفرعي 8 واو، المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل استجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المنوئة للتغير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر. وأدعو اجتماع اتفاق باريس لاعتماد مشروع المقرر المعنون ترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المنوئة للتغير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر المتضمن في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على L18 وFCCC على PA على CMA على 2022 على L20.